أشهر 10 أخطاء تحكيمية في تاريخ كأس العالم. في الكورة مش دايماً البطل بيكون اللاعب اللي سجل هدف الفوز، ولا المدرب اللي قاد فريقه لإنجاز كبير، أحياناً بيكون الحكم. وكأس العالم أكبر المحافل الدولية، كتير كان ليه نصيب من مشاهد بطل جدلها هو التحكيم. ودلوقتي هنحكي لكم عن أشهر 10 أخطاء تحكيمية في تاريخ كأس العالم. فابيو جروسو، إيطاليا ضد أستراليا في 2006. إيطاليا اللي كسبت البطولة كان ممكن تخرج قدام أستراليا في دور الـ16، لولا أن فابيو جروسو راح باتجاه تاكلينج من لوكاس نيل ورمى نفسه على الأرض، فخد ضربة جزاء سجلها فرانشيسكو توتي في اللحظة الأخيرة من المباراة وتأهلت بيها إيطاليا. الاتحاد السوفيتي ضد بلجيكا 1986. في دور الـ16 الاتحاد السوفيتي تقدم مرتين، وفي المرتين اتعادل منتخب بلجيكا بجوال من تسللات واضحة. يكفي ان الجول الثاني اللي سجله يان كولومانز كان تسلل بمسافة 5 ياردات تقريبا، ومع ذلك المساعد ما رفعش اي حاجة. كارل هانز شنيلينجر، ألمانيا الغربية ضد أوروغواي 1966. في ربع النهائي أوروغواي كانت مسيطرة في بداية الماتش، وبالفعل كانت هتسجل الجول الأول لولا كارل هاينز شنيلينجر اللي طار وجاب الكورة بإيده من المقص. طب مال الحكم؟ لا، بسيطة، شنيلينجر كان مدافع والحكم قال العب ما فيهاش حاجة. وفي الشوط الثاني طرد 2 من لعيبة أوروغواي فوق البيعة، وخلص الماتش 4-0 لألمانيا. ألمانيا نفسها خسرت النهائي بعد كده من إنجلترا بهدف لم يتجاوز خط المرمى. أنطونيو راتين، الأرجنتين ضد إنجلترا 1966. في نفس البطولة ونفس الدور الحكم الألماني رودولف كرايتلين طرد أنطونيو راتين قائد منتخب الأرجنتين بسبب العنف اللفظي. طبعا راتين قعد كذا دقيقة رافض يخرج ومش فاهم هو بيطرد ليه، لأن اللي اتضح بعد كده إن الحكم ما يعرفش أسباني أساسا. الهدف الشبح، إنجلترا ضد ألمانيا 1966 في الوقت الإضافي لنهائي كأس العالم والنتيجة 2-2. سدد جيف هيرست كورة جت في العارضة ونزلت على الخط وتشتتت. اللعب استمر ولكن المساعد رفع الراية وفجأة اتحسب الجول. فضل الناس يتجادلوا لسنين الكرة عدت ولا لا، وبعد سنين أطول ومع تطور التكنولوجيا اتضح انها ما دخلتش تماما. فرانك لامبرد، انجلترا ضد ألمانيا 2010. فرانك لامبرد أسطورة تشيلسي شاط من برا المنطقة والكرة عدت الخط، بس ولا الحكم شافها ولا حامل الراية حسبها ولا كان في عين صقر. وقتها ألمانيا وقتها كانت متقدمة 2-1، والجول ده كان يخلي النتيجة تعادل، بس في النهاية فازت ألمانيا 4-1 وتأهلت لربع النهائي. تورستن فرينجز، ألمانيا ضد أمريكا 2002. الولايات المتحدة في ربع النهائي لأول مرة في تاريخها، ورغم أن ألمانيا تقدمت إلا أن أمريكا كانت تقدر تتعادل في الشوط الثاني بركنية سدد منها جريج بيرهالتر. في الأول لمسها الحارس أوليفر كان، بس عدت من إيده وكملت طريقها للمرمى عشان تقابل دراع المدافع الألماني تورستن فرينجز اللي كان بعيد عن مكانه الطبيعي بوضوح. لا الكور عدت ولا أمريكا خدت ضربة جزاء ولا حصل أي حاجة تانية، وخلص الماتش 1-0 لألمانيا. بيرون مورينو، كوريا الجنوبية ضد إيطاليا في 2002. الحكم الإكوادوري اللي أدار مباراة دور الـ16 وفضل اسمه خالد في ذاكرة الكرة الإيطالية بأسوأ الطرق الممكنة. في الماتش ده إيطاليا تلغلها هدف ذهبي من داميانو توماسي، واضطرت فرانشيسكو توتي بتهمة التمثيل، وخدت كوريا ضربة جزاء مثيرة للجدل على كريستيان بانوتشي، وفي النهاية كسبت بالهدف الذهبي. الجزء الثاني، كوريا الجنوبية
ضد إسبانيا 2002. كان سهل يتقال إن اللي حصل لإيطاليا حالة فردية، بس اللي حصل لأسبانيا في الماتش اللي وراه على طول في ربع النهائي هو اللي ساب الملف مفتوح. إسبانيا تلغلها جولين في الماتش ده وخسرت بركلات الترجيح، وفي النهاية لاعيبة إسبانيا اضطروا يحوشوا إيفان هيليجيرا اللي كان رايح يهاجم الحكم المصري جمال الغندور بعد الماتش. يد الرب، الأرجنتين ضد إنجلترا 1986. أشهر خطأ تحكيمي في تاريخ كأس العالم، دياجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين نط وجاب الكرة بإيده الشمال والحكم احتسب الهدف. مارادونا قال عن هدفه إن أتى بيد الرب وأصبح عدو الإنجليز الأول، لدرجة إنه لما مات سنة 2020 كانت عناوين الصحافة الإنجليزية كالتالي: هو دلوقتي بين يدي الرب.